السلام عليكم. اليوم غنوجدوا اقراص البطاطس، هي اكله ديال اخر لحظه، كتجي لذيذه وغتعجب الدراري الصغار وغتعجبكم حتى نتوما، نتمنىكم تجربوها. غنحتاجوا فيها البطاطا، ما تكون لا مسلوقه لا والو، غنقشروها، وعندنا القرعه خضراء ولا الكوسه. بغيت نقول ان الكوسه تقدروا ديروها، تقدروا تحيدوها، ولكن هي راه ما تتبانش، يعني انا ولادي ما تاكلوش ليا القرعه، يعني الا كانت في الطاجين ولا في المرقه ولا شي حاجه، ولكن الا درتها هكا ما تجيش باينه وتاكلوها. عندنا البيض، عندي هنا ثلاثه البيضات ولكن نقدر ندير جوج ونقدر ندير ثلاثه. عندي هنايا جوج فرماجات مثلثين، عندي هنايا هنا عندي مخلطه ما بين الموتزاريلا والشيدر، تقدروا تحيدوه الا ما بغيتوش ولا ما متوفرش. عندي الربع مقطع وملح وبزار. اول حاجه كيف ما قلت البطاطا راه ما مسلوقاش، غنجيبها نحكها في البلاصه الرقيقه، وغنجيب القرعه حتى هي نحكها في البلاصه الرقيقه. تقدروا تحكوا بصيله، يعني تاخذوا غير الماء ديالها وتخلطوه باش تجي من السماء. كيبقى لكم دائما الاختيار كيفاش تنكهوا الاقراص ديالكم. الوغ من بعد ما كنحك ديك الخضر من طبيعه الحال تيخرجوا الماء، هذا الماء ما خصوش يكون. اش كنديروا ليه؟ غنجيب وغنصفيه، نجيب غير صفايه عاديه. تقدروا ملي تحكوها ديروها في على شي زيف نقي حتى تيشرب داك الماء، هادي تتبقى ساهله الطريقه ديال نصفيو ونحيدو. نشوفوا الماء، هاد الماء ما يخليهاش تجمع، يعني ملي غنزيدو ليها البيض حقاش مازال تبقى تطلق الماء، يعني حنا نحاولوا نحيدوا الماء على قدر الامكان باش البيض يقدر يجمعها لينا. يعني نتوما تصفيوا راه تحسوا بها انها بدات تتنشف. غنرجعوها هنا، غنزيد الفرماج غير شويه ماشي بزاف، فرماج مثلث، شويه ديال الربع مقطع. تقدروا تزيدوا الثومه بودره، البصله بودره، يعني اي حاجه اللي تتنسم تقدروا نزيدوها. شويه البزار وشويه ديال الملحه، الا كنا دايرين فرماج كثير ما نكثروش الملحه باش ما تجيناش مالحه. نزيد البيض، يعني هاد الكمية أنا تكفيني ثلاثة البيضات. انا كندير معاه واحد الصلصه ساهله ماهله، يعني ما كنحكش لا مطيشه لا والو، كندير غير مطيشه الحك، غنزيد لها شويه الماء، نحاول نحركها. كتجي ثقيله، غنزيد لها شويه الربيع، شويه ديال الثومه، هذه ها ثومه وحده محكوكه، وشويه ديال الزيت البلديه ولا زيت العود،
واي العطش وجداد كتجي معها غزاله، كتجي مع البطاطا غزاله، كتنسمها بداك الثومه ونسينا شويه الملحه. شوية ديال البزار ونخلط. ملي تسخن الزيت ديالي نحاول نشكل كريات صغيرين هكا من داك الخليط ونلوحهم في المقلة. الزيت تكون سخونة ولكن نطيبوهم على نار متوسطة باش ما تطيبش لنا غير من برا، حنا بغيناها تطيب حتى من الداخل، يعني تكون نار متوسطة باش تطيب لنا البطاطا. وملي نحس بهم بداو كيشدو في راسهم غنبدا نقلبهم مره حتى يتحمروا ليا من الجهتين. ما كتاخذش وقت بزاف هاد الاكله دغيا تتوجد، يعني حتى لا ما عندي شي حاجه في الدار، عندي غير البيض والبطاطا، هي حاجه سهله. ها نتوما تتشوفوها كيفاش كتجي محمره وزوينه. نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. ها هي البطاطا ديالتي كيفاش كتجي، كتجي محمره وزوينه وسهله واقتصاديه، وكندير معها داك لاصوص. نتمنىكم تجربوا لاصوص لانها كتجي معها لذيذه، وديك لاصوص حتى هي سهله ماهله. نتمنىكم ديروا جيم الفيديو الا عجبكم، تشتركوا في القناه ديالي وشي تعليق محفز، وشكرا لكم بزاف.